الرئيس السيسي يتابع تطورات العمل في المتحف المصري الكبير ويوجه بربط المنطقة مع منطقة هضبة الأهرامات وتحويلها لأهم منطقة أثرية سياحية في العالم. رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمراني ويؤكد حرصه على حصول أهالي الجزيرة على التعويض المناسب. البنتاغون يكشف أن بعض الوثائق المسربة بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا تم تعديله، ويؤكد عزمه اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب الوثائق. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة، ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير، حيث وجه أيضا بتعظيم القيمة المضافة للمنطقة لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف والبهو العظيم والدرج العظيم وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض ومتحف مراكب الملك خوفو وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسة اليوم بالتهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك وعيد العمال. تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد الفطر المبارك، وأخيراً عيد العمال. فباسمكم جميعاً وباسمي نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعاً، وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصري مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام وأنتم بخير. ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة حول ترشيد استخدام مياه الري، وذلك في إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية ولعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي. هذا ووافق المجلس على إحاطة طلب المناقشة العامة وتعقيب الحكومة إلى لجنة مشتركة لبحثه ولإعداد تقرير بشأنه. في إطار دوره الرقابي والتشريعي، يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات. الجلسة بدأت بطلب مناقشة لعدد من النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري. المشكلة باتت مشكلة عالمية، لأن المياه العذبة اللازمة لحياة الإنسان سواء ما يتعلق بالزراعة أو الاستعمال اليومي، بات هناك شح مائي، هذا فضلا عن تغير المناخ الذي يتفاقم درجات الحرارة وفقا للمعدلات المحسوبة عالميا والمتوقعة في هذا الشأن. هذا بالإضافة إلى الزيادة السكانية، ليس في مصر فحسب وإنما في العالم كله. بما أننا بنتكلم على تطوير الري واستخدام طرق الري الحديثة، فمحتاجين نحن نعرف ما تم تحقيقه في ظل المبادرة التي قدمت بخصوص 5%، أو نقدر نقول المبادرة اللي قدمها البنك المركزي في القروض المعفاة من الفوائد على 10 سنوات، ما تم تحقيقه والمساحة التي تم الوصول لها. أين وصل البحث العلمي لدى الوزارة في الاعتماد على أو أنه يتعاون مع وزارة الزراعة حتى نعتمد على محاصيل من شأنها أنها تستخدم قدر أقل من المياه في الوقت الحالي؟ من جهتها، أكدت الحكومة أن وزارة الري تتبع جميع الأساليب الحديثة والأبحاث العلمية في نهجها في استخدام الموارد المائية وترشيدها، كما أكدت الحكومة اهتمامها بإعادة تأهيل المجاري المائية والمساقي والترع لتوصيل المياه الكافية للمزارعين بسهولة ويسر على مدار العام وسد احتياجاتهم المائية. وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلب المناقشة العامة وتعقيب الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مناقشة كل ما يهم المواطن المصري، فضلا عن مناقشة قوانين تسهل من أداء عمل الحكومة. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد عدد من النواب أهمية اتباع الأساليب الحديثة والبحث العلمي في التعامل مع الموارد المائية وترشيد استخدام مياه الري. الجلسة النهاردة كانت بتناقش موضوع مهم، مقدم طلب مناقشة عامة من النائب سالم شتيوة عن سيناء عن الري والموارد المائية وكيفية تطوير أنظمة الري وتحفيز الفلاحين والمزارعين على أنظمة الري الحديثة. السيد وزير الري النهاردة قدم عرض للاستراتيجية والطرق والتحديات اللي عندنا كمان قصاد الموارد المحدودة، وكان السيد رئيس المجلس مشرف أبو بابا رازق كان تطرق في حديثه إلى عملية
عملية الاستمطار وكيفية الاستفادة من البحث العلمي في عملية الاستمطار، ورد السيد الوزير وقال إن ما زالت في إطار البحث العلمي عندنا في مصر، وإن معهد البحوث الموارد المائية شغال على موضوعات زي دي. النهاردة احنا بنناقش طلب مناقشة حوالين ترشيد الإنفاق في مياه الري. الموضوع توسع وبنناقش قضية المياه في مصر عموما، كل قضية المياه من ازاي ان احنا نعظم مواردنا من المياه، خاصة ان مع زيادة سكانية بقى الكمية اللي متوفرة لنا من حوض النيل ما تنسبناش خالص. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة حصول أهالي جزيرة الوراق على التعويض الرضائي المناسب، سواء بالوحدات البديلة أو بالتعويض المالي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمراني، حيث اطلع مدبولي على المخطط الاستراتيجي لإنشاء مجتمع عمراني بجزيرة الوراق، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة التي تحوزها هيئة المجتمعات العمرانية حتى الآن يمثل 71% من إجمالي مساحة الجزيرة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تطوير شركة مصر للطيران وكذا الخطط المستقبلية للشركة. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو الذي يعظم من القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة. وتناول الاجتماع كذلك متابعة المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني والخطط المستقبلية لشركة مصر للطيران، وتم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني وخطط الاستثمار في الطيران بشكل عام، وأثر ذلك على الناتج المحلي وأثر ذلك على الناتج المحلي للاقتصاد المصري. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر إبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر إبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. في إطار سعي الجهات والهيئات القضائية لتفعيل سياسة التحول الرقمي في أعمالها، حققت النيابة العامة التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بالربط التقني مع كافة مكاتبه. وقد عقدت النيابة العامة جلسات فنية مشتركة لتحقيق التكامل الذي يتيح التحقيق والتحقق من صحة التوكيلات المقدمة في القضايا المختلفة والاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية والاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي وسرعة البت في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة والمتطلبة للاستعلام عن التوكيلات، وكذا اختار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا. في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع الوعي لدى المجتمع، عقدت الوزارة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل للعاملين بوزارة العدل والجهات القضائية، وذلك لتعريفهم بحروب الجيل الرابع وبكيفية مواجهة الشائعات. إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري، واستكمالا لسلسلة ورش العمل التي تعقدها تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. حي وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة
على أنها يعني بتقوم بدور مهم جدا في نشر الوعي فيما يتعلق بتخصصات عديدة. أنا النهاردة بتكلم عن الاقتصاد في هذه المحاضرات اللي قمنا بيها، بنبين قد إيه الاقتصاد بتاعنا يعني بيلعب دور مهم جدا. النهاردة عندنا الحقيقة كوادر من وزارة العدل للحديث عن الوعي وصناعة الإعلام وصناعة الأخبار، وإزاي نقرأ الخبر وإزاي إن أنا أقدر من غير تهوين ولا تهويل أتعامل معاه. تناولت ورشة العمل على مدار 5 أيام عدداً من الموضوعات الهامة ذات الصلة بحروب الجيل الرابع وآليات مواجهة الشائعات التي تستهدف هدم الدول من الداخل والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية. توجه بالشكر لوزارة الداخلية لكونها ليست فقط تعمل على أمن البلاد، وإنما أيضاً عندها رسالة توعوية كبيرة من خلال مؤسساتها داخل هذه الوزارة العريقة للتخاطب والنقاش مع المجتمع. التقينا بقامات علمية وفرت لنا معلومات لم تكن متاحة إلينا وعملت لنا زيادة في الوعي. كان في بعض الأمور كنت مفتقدها، ما كانش عندي فكرة كاملة عنها، كونت فكرة كاملة عنها بناء على المحاضرات أو ورشة العمل والمناقشات. لازم يكون الواحد خارج من الدورة دي قادر ان هو الافادة اللي هو خدها تعم على الناس اللي بيتعامل معاها. هذه الورشة وغيرها من ورش العمل التي تعقدها وزارة الداخلية في هذا الإطار تستهدف تنمية الوعي وتشكيل حائط صد مجتمعي ضد مخططات هدم الدول والتأكيد على الجهود المبذولة لبناء الدولة. فقد أشاد المشاركون بهذه الورش التي رفعت الوعي لديهم. طلعنا على كثير من النقاط اللي كانت ممكن تبقى غايبة عننا، زي كيفية تأثير الشائعات على المجتمع وعدم معرفة مصدرها. دورنا بقى بعد ما بنخلص الورشة دي، دورنا في العمل الإداري وفي الجهاز الإداري للدولة إن إحنا نقدر نوعي زملائنا في العمل ونوضح لهم الصور الحقيقية. بشكر وزارة الداخلية على هذه الدورة العظيمة اللي استفدنا منها كلنا، أنا وزمايلي في جميع الوزارة. تنظيم هذه الورش استمرارا للدور الرائد الذي تطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية لبناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات التشكيك والهدم ونشر الشائعات. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الثلاثاء إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير الخارجية لقاءات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين لبحث تعزيز التعاون الثنائي، فضلا عن مواصلة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة. كما سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس اتحاد شركات كوبلوزايس اليونانية للكهرباء لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وسيجري حوارا تلفزيونيا مع أحد أهم المحطات واسعة الانتشار في اليونان. تلقى سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تلقى اتصالا هاتفيا من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري. الاتصال شهد التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل البناء على ما تحقق خلال COP27 بشرم الشيخ من نجاحات بهدف مواصلة تعزيز عمل المناخ الدولي. وأكد شكري حرص مصر على الالتزام الكامل بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين ومع الولايات المتحدة لدفع أجندة العمل المناخي الدولي خلال المرحلة الراهنة. استقبل سامح شكري وزير الخارجية سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى مصر، وتطرق الاجتماع إلى ملف الإرهاب. وأكد شكري خلال الاجتماع على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة جذور الإرهاب والتطرف ومسبباتهما. وفيما يتعلق بظاهرة الإسلام فوبيا، دعا شكري إلى اتخاذ كافة الإجراءات الملموسة والعاجلة لمكافحة مثل هذه الممارسات المعادية للإسلام،
وقد تناولت المناقشات دور المنظمة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمية ضمان احترام القيم الثقافية للمجتمعات الإسلامية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل متأثرا بجروح أصيب بها فضلا عن إصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر جنوب أريحة. من ناحية أخرى اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك في ظل مواصلة القوات الإسرائيلية فرض إجراءات مشددة وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد في خامس أيام عيد الفصح اليهودي. إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي هذا الملف أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على أن بعض الوثائق المسربة تم تعديلها. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب هذه الوثائق الذي اعتبره غير قانوني، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تعمل على الوقوف على كيفية حدوث تسريب ونشر معلومات بهذه الطريقة غير المرخص بها. وتتضمن هذه الوثائق المسربة لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين. قالت الرئاسة الروسية الكريملين، قالت إن هناك اتجاها عاما لتحميل روسيا المسؤولية عن كل شيء، وذلك ردا على السؤال حول الاتهامات المواجهة لموسكو بالوقوف وراء تسريب كبير لوثائق للمخابرات الأمريكية تتعلق بعدد من الدول من بينها أوكرانيا. في هذا الإطار أشار المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إلى أن فرنسا لا يمكنها التوسط في سلام في أوكرانيا، لافتا إلى أن باريس متورطة وبشكل كبير وغير مباشر ومباشر في هذا الصراع. قال قائد القوات الجوية الروسية، قال إن روسيا تخطط لإصلاح قوات دفاعها الجوي بعد اكتسابها لخبرة جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن موسكو ستعزز أيضا من دفاعاتها الجوية لمواجهة انضمام فنلندا إلى حلف الناتو. أوضح نائب القائد العام لقوات الفضاء أندري ديمن، أوضح أن روسيا أضافت أكثر من 50 محطة رادار متنقلة وطائرة إنذار مبكر وسيطرة من وأيضا طائرة A-50 طراز على مدار 24 ساعة في اليوم، بينما تم تعزيز المنشآت الصاروخية والمضادة للطائرات في المناطق المجاورة لأوكرانيا. ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ذكرت أن أوكرانيا اضطرت لتعديل بعض خططها العسكرية قبل هجوم مضاد، وذلك بسبب تسريب وثائق أمريكية سرية. وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، قال إن الخطط الاستراتيجية لأوكرانيا لم تتغير، لكن الخطط التكتيكية الأكثر دقة تخضع دائما للتغيير. يحاول مسؤولون أمريكيون تحديد مصدر تسريب الوثائق السرية والتي تضمنت الكثير من التفاصيل، منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قال إن البنك عزز من توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 لتصل إلى 2% مقارنة بتوقعات يناير الماضي التي بلغت 1.7%. أضاف البنك الدولي أن أزمة الديون ستتفاقم في الدول النامية، محذرا من أن اضطرابات في القطاع المصرفي وارتفاع أسعار النفط قد تؤدي مرة أخرى إلى الضغط النزولي على توقعات النمو في وقت لاحق من هذا العام.
نددت الصين بتوغل مدمرة أمريكية في قطاع في بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، وأضافت أن سلاح الطيران تابع السفينة وراقبها عن كثب. من جانبها قالت البحرية الأمريكية قالت إن المدمرة ميلوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية. وقالت البحرية الأمريكية إن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي. أعلنت الصين أنها أنجزت بنجاح مناوراتها العسكرية في محيط تايوان التي استمرت لثلاثة أيام، وقامت خلالها بمحاكاة تطويق الجزيرة. كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق مشاركة طائرات تحمل ذخيرة حية في محاكاة لضربات قرب تايوان، موضحة أن حاملة الطائرات شاندونغ شاركت أيضا في هذه المناورات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024. وقال بايدن ونائبته كامالا هاريس إنهما سيترشحان معا، ومن المقرر أن يتخذ كبار المستشارين في البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة لإعادة انتخاب بايدن من جديد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية بدورها. أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن آخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها هو يوم الثلاثاء الموافق 11 من إبريل 2023 دون وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى. استقبل وزير البترول طارق الملا سفير البريطاني بالقاهرة جارث بيل والوفد المرافق له، حيث تم بحث أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مجال البترول والغاز في مصر وجهود منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون في المنطقة. وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية استمرار التعاون والتكامل القائم بين كل أطراف الصناعة سواء الدول أو الشركات العاملة في المنطقة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط. من جانبه أشار السفير البريطاني في القاهرة إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية العاملة في مجال البترول والغاز التي ترغب في استعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية إفطارا لنحو 2500 من مزارعي مبادرة إزرع بمحافظة المنيا، وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة. تأتي مبادرة إزرع في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية للنهوض بالمزارع المصري. في إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية إفطاراً لعدد 2500 من مزارعي مبادرة إزرع بمحافظة المنيا بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. احنا النهاردة كنا منظمين احتفال إفطار رمضاني لكل مزارعين إزرع في المبادرة بتاعتنا، حوالي 2500 مزارع. احنا تشرفنا بيهم خالص، وشكرا لكل القائمين عليهم وكل اللي شغالين معنا في المبادرة. واحنا يعني احنا خلاص في نهاية المبادرة الجزء الأول، والوقت الجاي ان شاء الله هنكون بنحتفل بالحصاد في موسم القمح. وتنفيذا لمبادرة كتف في كتف، قررت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالمنيا، وتشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك، ومنها توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تقديم موائد إفطار ل 2500 من المزارعين المشاركين في تنفيذ مبادرة إزرع والقيادات التنفيذية بمحافظة المنيا والكوادر المحلية الداعمة لمبادرة إزرع. نقدم خالص الشكر على القائمين بمبادرة إزرع لدعمهم للفلاح المصري ومساعدة الفلاح في
في محصول القمح من مراحله الأولى من قبل الزراعة لحد وقتنا الحالي اللي هو ما قبل الحصاد. وتأتي مبادرة إزرع في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك للنهوض بالمزارع المصري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. بأحوال الطقس مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، لم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتابع تطورات العمل في المتحف المصري الكبير ويوجه بربط المنطقة مع منطقة هضبة الأهرامات وتحويلها لأهم منطقة أثرية سياحية بالعالم. رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود تطوير تمع جزيرة الوراق العمراني ويؤكد حرصه على حصول أهالي الجزيرة على التعويض المناسب. البنتاغون يكشف أن بعض الوثائق المسربة بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا تم تعديله ويؤكد عزمه اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب الوثائق. إذن مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرتنا، لكن هواء التاسعة ممتد ومتواصل مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني.